بناء على ما سبق نطالب من رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية باسم أهالي مفقودي محور كتاف القابعين في سجون الميليشيات الحوثية منذ عامين بالآتي: 1- اعتماد أسر أسرى محور كتاف ضمن جنود وضباط الجيش الوطني، واعتماد رواتب لإعالة أسرهم كونهم أسروا في ساحة معركة وهم يقاتلون الميليشيات الحوثية المتمردة عن الدولة. أنا أم الأسير خرجت في هذه الوقفة الاحتجاجية أطالب بالإفراج عن ابني وتسليم مستحقاته ورفع اسمه من ملفات التبادل. ابني أسير في لواء فتح محور كتاف، أطالب الحكومة الشرعية وأطالب الرداد الهاشمي وأطالب التحالف بالإفراج عن الأسرى وتسليم مستحقاتهم وتعويض الأهالي. احنا عيالنا هنا المأسورين، ابني يتصل لي شهريا أرسل له مصاريف، بعتوا أثاث البيت يرسل لي مني مصاريف، أشتي ابني يخرج من الأسر.